السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأداة دي عبارة عن أدنس بيتضاف للمتصفح بتاعك زي جوجل كروم كده، ويبقى موجود معاك في أي لحظة، أي موقع تدخل عليه تقدر تسأله أي سؤال، تقدر تقول له لخص لي، تقدر تقول له دور لي على مواقع مشابهة. كل الحاجات اللي أنت ممكن تعوزها تلاقيها موجودة في التولز دي، أنت بس طبعا معاك في المتصفح. وطول ما أنت مثلا على الفيسبوك، على الانستجرام، على أي موقع بتاع جامعة، أي موقع علمي، يبقى موجود معاك كأنك رحت شات جي بي تي على طول. يبدأ تسأله أي سؤال يبدأ إن هو يكتب لك. ممكن تقول له مثلا إيه، اكتب لي عن موضوع معين، أو لخص لي، أو رد على الإيميل. فأداة مساعدة جدا وسهلة جدا في الاستخدام. يعني ممكن تستخدمها مثلا في السيرش، ممكن تستخدمها في إن أنت تكتب إيميلات، ممكن في السوشيال ميديا، في إن أنت تظبط لك الإعلانات. والواجهة بتاعتها سهلة خالص وبسيطة، وموجود منها تقدر تسطبها على جوجل كروم، على الفايرفوكس، على اوبرا وهكذا. طيب السعر بتاعها فري ل 8000 كلمة كل شهر، و29 دولار في الشهر لو انت عايز اكتر اوبتمايز. لو انت عايز تكتب ايميل ترد على ايميل، هتدوس على الاداة تطلع لك تاخد الايميل وترد لك عليه بشكل احترافي.